طيب ممكن الآن لصلب موضوع الاستيراد عندنا في الدرس أول درس تقريبا هي أربع دروس كاين الدرس الأول فيه التعريف وفيه الأركان وفيه الشروط وفيه الأسباب وفيه الموانع ثم الدرس الثاني فيه الأنصبة والأشخاص المستحقين لها ثم الدرس الثالث فيه الحجم والتقسيط ثم الدرس الرابع فيه تصفية التاريخ نحن شي خطوة بخطوة إن شاء الله تعالى غادي نكملوا بإذن الله عز وجل لأن عندنا في الدرس الأول أنظمة التعريف ديالها نظام ديالها فيه الدرس الأول تعريف لا بد من التعريف فقط لأن نقدر نتحط درس نظري عارف بالشرط من غير شروط الإرث عارف شنو هو الشرط اصطلاحا ولغات إذا التعاريف عندك أركان أركان ماذا؟ أركان الإرث ثم أسباب الإرث ثم موانع الإرث والخاصة في المقاطع اللي نزلها ولا ما نقدرش نضيع ما نقدرش نسأل لا ما يتعرفش لا ما يتعرفش الدرس النظري وحده عاد التصفية التاريخية لأن التصفيق هو كل شيء لا بد أي ضرورة تعتبر الدرس النظري لا دابا فهمني الدروس النظري يقدر يعطيك شهادة التعاريف وأركان الأسباب لكن بس ما تكون حافظهم أنك غتستغلهم في التصفية التاريخية لأنك إلا ما فهمتيهم وش ما حفظتيهمش ما غاديش تبقى التاريخ مستحيل طبعا لا بد لان الاعتماد على قواعد معينه وكل شيء متداخل تكون كل شيء عليك خارج الدين اذا نبدا بالتعريف اولا تعريف الاعتزال ثم بدا ما تكتب معايا كل شيء مكتوب عندكم في الورقه انا تنكتب في السبوره باش ان ملي كنشوف يتقرب المعاني تتقرب ثم نعم ترسخ وتطبيق التعريف يعرف الإرث بأنه انتقال حق بعد موت مالكه إلى من يستحقه شرعاً بلا بعد تصفية التركة بلا معاوضة ولا تبرع سأكتبه ثم نشرحه كلمة بكلمة هو انتقال حق بعد موت مالكه إلى من ينتقل إلى من يستحقه شرعاً الجميل في هذا الكيت انك تحفظ شيء اللي الا فهمتي تقدر تعبر باسلوبك انا هاد التعريف راه قريته مره واحده فهمت علاش انا فهمت لو فهمتي صافي ما تبقاش تقدر ترجع ليه تقول شنو هو تعريف الكيت غاتفهمو صافي شديتي علاش انك فهمت وانتقال حق بعد موت مالكه الى من يستحقه شرعا بعد تصفيه التركه بلا تبرع ولا معاوضة بلا تبرع ولا معاوضة ومن خلال هذا التعريف نستخرج أركان أولا هو انتقال حق بعد موت مالكه لأن هذا الحق كان لشواه كان ملكه لكن مات أش بدك تشوف حقه؟ لا ينبغي أن يستفيد منه أقاربها هذا الميت انتقال الحق بعد موت ماله الى من؟ الى من يستحقه شرعا، لا يجوز ان تعطيه لمن كان، الى من يستحقه شرعا. لا بد ان يكون شخص يستحق هذا الميراث، الى من يستحقه شرعا. بعد تصفيه التركه سنشرح فيما يلي ان شاء الله تعالى شيء تصفيه التركه. بلا تبرع ولا معاوضه، اذا قلت درس التبرع العقود العوضيه العقود التبرعيه يتضح انه ينبغي ان تنفى العقود العوضيه التبرعيه من الذبيحه، علاش؟ لان فرضا العقود مثلا العوضية مثلا عقد شركة القرار أو لا مثلا واحد خلف شراكة مع شي واحد أو تباع وشرى معه بعت لي سيارة اليوم غدا توفيت واش ولادي غيبغيو ديك السيارة علاش؟ لأن دخلت عقود عوضية لأن صافي بعتيها مابقاتش ديالي وبالتالي أنا كنحقق أن نتصرف فيها وأنا لورثتي كذلك تبرعية أنا تبرعت مثلا بدارة شي واحد مت ولادي غير في ديك الدار لا يمكنك تبرع تبيع مابقاش الملك ديالك انتقلت ملكيا لذلك قلنا بلا تبرع ولا معاوضه ما دخلش فيها التبرع ما دخلش فيها المعاوضه وما قلنا بلا تبرع فيه اشاره لانه ما دخلش فيها الوصيه ما دخلش فيها الوصيه فهمتي ولا فهمتي؟ فهمتي ولا فهمتي؟
غادي معايا بلا تفاوض، في اشاره واضحه الى ان الوصيه ما دخلهاش، لان الوصيه دخل في عقودهاش لا تبرعيه. الوصيه دخلها مش من العقود، هي عقود تبرعيه، دخلها في العقود التبرعيه لان هي تبرع. الوصيه تقال حقا بعد موت مالك بلا من يستحقه شرعا بعد تصفيه تلك التكليفات الروحيه ولا نفعها. من خلال هذا التعريف سنستخرج اركان اولا انتقال الحق بعد موت مالكه الى من يستحقه شرعا، اركان الثلاثه لا رابع لها في فضيله لا تحدث بالتابع عن ثلاثه فقط. اركان الثلاثه اولا انتقال الحق، والركن بعد هو ما قام عليه الشيء، سناتي على تفصيل معنى الركن. هو ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته وماهيته. اللي غادي نجي للركن ونشرح لكم شنو معنى هذا. نقول مثلا اركان هذا القسم اربعه، لو ما كانش واحد فيهم ممكن يكون قسم ثاني غيري. اذا الركن هو ما قام عليه الشيء. من اركان الاسلام الصلاه، اذا لو لم تكن صلاه في الاسلام فكانه منقطع وبالتالي غير كامل. اذا لابد من هذه الاركان الثلاثه حتى نسمي ان الشيء لدينا ارث. اذا ما كانش واحد فيهم لا يجوز عندنا ارث. اولا الحق، انتقال الحق يسمى الحق الموروث. انا قلت المرادف ديالو. ثم بعد موت مالكه، لما مات المالك شو ولا سميته؟ على وزن مالك هابل، مش مالك. لأنه قال بعد موت مالكه فهو المال ماله ملكه، لكن لما مات بقي مالكه المال وسمى ميتا فهو هالك. سواء من الهالك والرب التالي ثم ثالثا إلى من يستحقه شرعا ماذا نسميه؟ الوارث. لا لما أقول هالك يسمى موروث ويسمى هالك. مرجولك والحق الموروث هي التالية نسميها كذلك. التركه خاصني نقول التركه التركه معنى التركه حتى نقولها من الاولاد، لكن التركه في اللغه احنا نقول التركه هي الام الاولاد، لكن في الاصطلاح احنا في الارث التركه يعني الحق اللي كان عنده، لكن الملكيه اللي كانت عنده تسمى التركه. مين تركها؟ مين ترك يترك؟ ترك يعني شو له وش؟ إذن هذه أركان الإرث الثلاثة. شنو من التعريف؟ إذا نسيتي على الأركان غتبدو من التعريف. نسيتي على التعريف غتبدو من الأركان. ضروري غيكون كاين واحد التلازم بينهما، فضروري تكون حافظ على الأقل واحد فيهم، تحفظ كل شيء. لكن فرضا نسيتي في الامتحان وحتى تذكر في دار من الأخرى تحفظها على الزوج. وحدة كتذكر من الأخرى. إذا انتقال الحق هذا هو الحق الموجود بعد موت المالك هذا هو الهالك، ثم إلى من يستحق شرعا به الوقت الوارث. غادي نجي من بعد وغادي نشرح حق الموروث شنو هو والهالك شنو هو والوارث شنو هو، لكن هنا بغيت نذكر مباشره معنا شروط الاركان. نسيتها هنايا شروط الارث او شروط اركان الارث. هي اللي تجي تشوف كتلقى في الامتحان تحط تيقول لك اذكر شروط الارث، هي على وجه الحقيقه شروط اركان الارث ليس شروط الارث، شروط اركان الارث. بمعنى متى يجوز ان نقسم التركه؟ ينبغي ان تتوفر لدينا الشروط. ومتى يمكن ان نسمي الهالك هالكا حتى توزع تركته؟ ومتى يمكن ان نسمي من يستحق الارث شرعا وارثا حتى ياخذ ذلك الحق؟ امتى؟ فهمتني ما فهمتيش الدرجه؟ فهمتها؟ لا واش فهمتني ما فهمتيش؟ ما فهمتش قول ما فهمش، اسمع قول ما فهم، اظن كنت دابا على لسان اللغه العربيه جاريه ولكن اسمع قول ما فهمتش، فهمتي ما فهمتيش؟ شويه لا ما تقول انا ما بقيتش نسمع هاد شويه من بعد نسولك انا، اسمع قول لي ما فهمش لاننا غادي اكيد راه خصك توقفني والا باش نجمع الرجال باش نفهموا ولا باش نبقى نضاربي. قول لي ما فهم، اسمع قول لي ما فهمش. انا غنذكر الشروط وغادي نتضح لك انت المعنى ديالها. عندنا الآن الأركان التي هي الحق الذي تركه الميت، والميت ينبغي أن يكون لدينا ميت،
ثم يستحقوا شرعا. واش ممكن نوزعوا شي تركه وباقي السيد ما ماتش؟ لا لا. اذا الركن هو هذا خصو يكون واحد السيد مات. اذا هذا عندنا هذا. واش ممكن نوزعوا شي تركه وسيد ما مخليه تريان؟ لا. اذا خاصو يكون يكون بعدا. ثم واش نقدروا نوزعوا شي تركه وما كاين حتى واحد غير ترى؟ لا. اذا لا بد ان يستحقوا شرعا. اذا هذه اركان الثلاثه. طيب عندنا الان شخص يسمونه الناس وارثا. صافي لي شوف. طيب عندنا واحد مات قالوا مات صافي قالوا مات جيتو زعما تركة خاص الشروط ينبغي ان تتوفر لتوزيع التركة من بعد الاركان ينبغي ان تكون شروط في هذه الاركان. الهالك لكي يسمى هالكا ينبغي تحقق لموت موته او سميوها موته حقيقة أو حكما منامته حقيقة كان موجود بشوف شاح ولا باش باش نوزعوا تركة فلان حنا عازلين توفى لا قدر الله عازلين باش انت لا الله عازلين هذا في القصة تنضرب مثال فيها لكن ما كيبغيش على هذيك ترتيب تاع ديك تموت زعما فهذاك هذا او هذا لكن لكي توزع التركه ينبغي متوفر لدينا شرط وهو موته حقيقه او حكما بمعنى حقيقه كون شناه مات غسلناه ودفناه وكفناه ودفناه مات حقيقه ما عندناش شك في انه ميت شفنا السيد دفناه الى ميت توزعوا تركته او حكما ما واحد مش حال مقبل لا على اختلاف بين الفقهاء 4 سنوات 5 سنوات ولكن لو شاء الله ماشي شغلك انت لا واحد تعطيه واحد في اليد سلام ماشي كنت عمدها وانما تقول لي ماشي شغلك لانك ما تصدرش راسك بشي حاجه ما عندكش في الامتحان غادي غير تدخل في بالك ما تحرش ليك واضح فاذا موته حقيقه او حكما بمعنى غاب سنوات فيحكم القاضي بقواعد وضوابط على انه في حكم الميت غاب يقال عند المالكيه 4 سنوات 5 سنوات غاب 5 سنين انقطع خبره هل توزع تركته؟ يحكم القاضي ان توزع تركته على اساس انه ميت في حال لم توجد جثته فيسمى ميت حكما فكلاهما هذا الشرط الهالك ان توفر موته حقيقه فقط على ذلك تبع عين هي ثالثا شروط أركانية الهالك موته حقيقة شتيها فين؟ ثانيا الوارث إمتى نقدروا فلان نعطيه مات عبد الله مات ترك ابنا متى يجوز أن نعطيه؟ فين؟ مش نعطيه هو ميت؟ هو هلك وترك ابنا تركه في القبر ميت وأصلا قبل منه مش يحطوا لي فلوس إذا إيش؟ لأن حياته حقيقة أنا عبد لي ما فهمش ولا حياته حقيقة أو حكما أطيع صدق الله صح يعني حياته حقيقة كنشوفه كيتخطط بين الناس إذا واحد له حق نعم حكما كل جنين الجنين في بطن أمه وبقي ما تزاش لا يعد في الأصل حيا لكن حكما هو حي يعني في حكم الحي زاد يولد ما تزادش كتقول يعني قلت له حقيقه قصه واش ما غيتزادش اصلا فيعد يعني من موانع الارث نقراو في عدم الاستيلاء او لا تزاد ومات سمعت صرخه استهل في 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 ولادته فبالتالي تكون له تركه تركه امه او يرثه اخوته واضح المهم حياته حقيقه او حكما حقيقه مثلا نشوفه حكما بمعنى هو جني مثلا في بطن امه او مثلا واحد في غيبوبه غيبوبه واش ميت؟ لا حي هو لكن يوجر ويقول لك الطبيب ربما انا واحد الجرح شريني فيه اذا هو حي ولا ماشي حي؟ هو في حكم الحي تنتظر حتى يعني يقوم من فراشه ثم تعطيه تركته فان مات فتركته كذلك توزع على ورثته ان كان له اخوه او ام او اب وما الى ذلك اذا حياته حقيقه او حكما ثم ان يكون تجنب
ما ان يكون يعني جنب ما يعني الموانع التي كيف عبرت عليها ثم انتفاء موانع كثيره انتفاء موانع الكثي عنه انتفاء يعني لم تحصل فيه الموانع. لما نقول انت مسلم انتفى عنك الكفر واضح. لما الانسان يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم اشنو فعل فعل الكفر الثلاثه الحق المفروض هي التركه ثم الوارث ثم الهالك. صحنا شروط ديال الوارث ديال الهالك. ما شرط التركه كي كيتوزع التركه كاين واحد الشرط اللي هو يسمى العلم بجهه العلم بجهه الجلد. ما معنى العلم بجهه يعني انت عندك تركه غادي توزعها اعطي لهذا عزيز عليا اعطي الناس وكل اخر ما عنديش معايا اعطي لهم. من العلم بجهه الارث يعني نعرف من يستحق الارث وكم نصيبه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم بجهه الارث يعني جهه من يرث ثم كم يرث. هذا هو شرط توزيع التركه. انت واحد القضيه تقدر يحط في الامتحان على فين هذا درت في اليوم تو حقيقه انا راني درت انا هاد الشروط راه ماشي تعريف ديالها تعريف عاد غنجيبي لا التلامذ ديالي كاين اللي وقع في هاد الخطا هذا قلت لهم ها الاركان ها شروط الاركان. لما سولتهم ما هو الهدف قال لي موتوا حقيقه وحكما ماشي التعريف ديالهم ماشي تعريف ديالهم هذا شرط الهالك اخر سيكون يعني الميت كما اللي كيسمى هالك يكون ميتا حقيقه شناه وتفناه او غائب وحكم القاضي بموته يكون متهم هو اللي مات نعم ولتو هالك هالك اللي مات ميتا. إذا هذه أركان الإرث وهذه شروط أركان الإرث. تبع معي في ورقة اللي عندك. قلت لك أركان الإرث نلاحظ في تعريف الإرث ثلاثة كلمات تحتها سطر اللي هي هذه. راه عندك في ورقة حق مالي يستحقه الشرع. تمثل أركان الإرث وهي الحق لمن على التركة مالك وغالب الهالك من يستحقها بعد موت الهالك وهو الوارث. ثم عندك شروط أركان الإرث. الآن أتي إلى تعريف. تعريف أركان الإرث. تعريف أركان الإرث. إذا عندنا أولا دور هذه مثلا. إذا باش ما بغيتي ماشي نقول ثم عندك الوارث ثم عندك التركة اللي غاسك حق الموت. هذا جيد أنك تعرف التركة هي حق المولود. علاش؟ لا في الامتحان تقدر حق التركة تقول حق المولود. كاين الأساتذة اللي غيقتصر على التركة ويقول لك التركة. اللي حق في الامتحان حق المولود يقول لك ما قريتهاش. المرة هي التركة. حق المولود هي التركة. إذا ما هو تعريف الهالك؟ راه عندك فرقة الهالك هو من مات وخلف التركة. وخلف التركة. من مات وخلف تركة بلد آخر. بلد بعد كان أو حقا هذا سهل تقدر تعرف الأسلوب من هو الهالك هو من مات وخلف تركة فلوس بارك هو من مات وخلف تركة هذا جواب صحيح الأكمل مال كان أو حقا هو صاحب التركة ولكن مات هو صاحب التركة لكن خلاها إذا قلت هو صاحب التركة وسكتي قد يتوهم من هذا لاحظ معي شوف جوابك خاطئ الان جوابك خاطئ هو صاحب الحق قبل الموت لكن قلنا صاحب التركه من هو صاحب التركه الان هو الوالد هو اللي ولد ديالو التركه ولد ديالو هو الوالد هو صاحب التركه لان غتوقف في واحد راسك تحط راسك في واحد الخلاف انت في غنى عنه اذا قلت هو من مات وخلف تركه من هو الوالد هو من يستحق هذه التركة هو من يستحق هذه التركة أو التعبير العربي تسمى هو كل حي أدلى إلى الهالك باش بسبب بأحد أسباب الإنتي بأحد أسباب الإنتي فهو مستحق له فهو مستحق سنأتي إلى 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 ذكر أسباب الإرث ومعنى أدلى إلى الهالك بسبب أسباب الإرث بمعنى واش راك يرد فيك؟
انه لا يبدي اليك بسبب الاسباب، لا بد من اسباب انها تتحقق حتى يصح ان يرث هذا بعد تصفيه تلك الحقوق. بعد تصفيه تلك الحقوق. وما هو بشكل عليكم والا قد يصح ان تقول هو من يستحق تلك تبع لموت الهالك، او تقول هو من هو كل حين ادى الى الهالك باحد اسباب الارث فهو مستحق له. هذا يكفي. هذا هو التعريف الاحسن. فهو مستحق له او لا. نعم. اي لكن احيانا الاستاذ المصحح كيتم لانك لو انا نصحح غير قبل منك مجاوب لكن كل غير فيها هذا التعريف اللي معقد تحفظ هو كل حين ادلى الى الهالك لاحد اسباب الارث فهو مستحق له يعني الارث او مستحق لها بمعنى مستحق للتالي ثم التالية وهي العلم عفوا التالية وهي الحق الموروث وهي كل ما خلفه الهالك وهي كل ما خلفه الهالك من مال بعد تصفية التالية علاش سميناها بعد تصفية التالية أو الحق الموروث لأنه قد مات هلك هالك وخلى مثلا 200,000 درهم اللي هي 20 مليون هذه في حد ذاتها من حيث التدقيق لا تسمى حقا حتى تصف التركة بمعنى عليه شي أمانة عليه ديون عليه وصية هذاك اللي كيبقى هذاك الشيء الشياطة اللي كتبقى هي الحق وهي التركة لأن بعد تصفية التركة حد 2000 بعد وخلف ذلك مالا او حقا قد يخلي مال بمعنى نقص حقا تمام حق بمعنى هو في الاصطلاح قد يطلق المال على كل ما هو مملوك المال والبنون زينة الحياة الدنيا قال العلماء المال لا شيء هو النقد فقط شيء سليم المال كل ضعف يسمى مال دار تسمى سيارة تسمى مال وملك يسمى مال لكن هنا لما قال بالمال أو حق يقصد بالمال نقد ويقصد بالحق مثلا دار أو لا أرض أو لما ما شابه الآن نأتي إلى شرح معنى الشرط ومعنى الركن ذكرنا أوراق كانت ذكرنا الشروطية شنو هي الركن؟ شنو هو الشرط؟ هذا ينفعكم في التقصير إلى جاء قال لك ما أشرح لي ما هو الشرط معنى الشرط قال يتم شنو كتبلي هو هاي شوف هاي شوف ما الذي نقصده بالاركان ما الذي نقصده بالشروط هاي تعرف الفرق بين الإرث والميراث ما الذي نقصده بالأركان ما الذي نقصده بالشروط سمع يا الشرط ما الذي نقصده بالشرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود استقرار هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هنا ما ندوبش فيه الفرق بين الشرط والركن اكتبوا الركن تاع واحد معنى الركن وما توقف الشيء على وجوده الشرط يعدم المشروط مثلا الوضوء
شرط في صحة الصالح وفي قبول الصالح وضوء شرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا ما اكتشف نضي كيفاش يصلح؟ لا لا ما كاينش. إذا يلزم من عدم الشرط عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا ما كانش وضوء ما كاينش الصلاة. ولا يلزم من وجوده الوجود. تغطيت ضروري نصلي؟ لا ماشي ضروري. إذا أنا تغطيت هو وجود، لكن واش يلزم من وجوده الوجود شيء آخر؟ لا. في المثال تضيح معك، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ نعاود. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إلا إن لم يكن الشرط ما كاينش المشروط. ولا يلزم من وجوده الوجود، كون الشرط كاين ماشي بالضرورة يكون شيء مشروط. فرضا نعطي مثال الصلاة والوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة. يلزم من عدمه يعني الوضوء عدم الصلاة. إن لم تكن هناك وضوء تقدر تصلي؟ ما تقدرش تصلي. وبالتالي يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا صليتي ولو بغير وضوء لا تقبل صلاة. إذا يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. لا تصح الصلاة معدومة أو منعدمة. لكن لا يلزم من وجوده الوجود. ماشي بشرط أن توضي تصلي ديك الساعة. فهمتي أنا؟ أنت تلاقي هي شوف هذا هو المنطق هذا داخل في تحفظها كما هي لكن نزيد نعاود نشرح لك مزيان. لكن انا ما يلزم العالم لا علاش؟ ان انك ان فهمتي لا تعبر باسلوب كاع الا نسيتي. الشرط هو ما يلزم من عدمه يعني عدم الشرط. ما كاين ما معنى عدمه؟ ما كاينش ما كاينش. العدم ما معنى العدم؟ يعني عدم شيء اخر معه مستصحب معه. لابد منه لابد معروف كيكون معه معروف. الوضوء مع الصلاه بجوج. شرط صحة الصلاة الوضوء. إذا ما كانش الوضوء واش تقدر تصلي؟ ما تقدرش. إذا الوضوء شرط يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا ما كانش وضوء ما كانش صلاة. التيمم في حكم الوضوء. ما عندكش وضوء ما عندكش تيمم ما تصلي. خلينا احنا من واحد مقطوع بحبال في الصحراء ما عنده لا ما لا. خلينا من هذا. نتكلم هنا عن حكم ظاهر، لا نبحث عن أشياء بعيدة علينا. الحكم الظاهر ليس لا وجود لا وجود للوضوء لا وجود للصلاة، لكن لا يلزم وجوده الوجود. أنا توضيت واجب علينا نصلي؟ لا.